طيب تعالوا مع بعض، عدل كباب الحلة وعدل طاجن البسلة، شوية رز بالشعرية. تعالوا نعمل مع بعض رز بالشعرية. تقول لي يا شيف لسه هنرجع تاني ورا لا لا لا، لغاية دلوقتي بلاقي في بعض البوفيهات المفتوحة وبعض المطاعم وبقى في البيت عندنا بالله حباية شعرية واخدة لون وحباية شعرية مش واخدة لون، حباية فاتحة وحباية غامقة، حباية محروقة وحباية مش محروقة. ازاي الشعرية تاخد لون واحد؟ معلقة ملح جوه التحميرة تديلك الشعرية لون واحد وتقلبيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض. بنقلب الشعرية بالشكل ده كده مع ورق اللورا وننزل عليها بشوية رز حلوين زي الفل، رز مصري اتغسل قبل كده مرة واثنين وثلاثة وصفناه من المية وهنحطه على الشعرية. أنا بصراحة من الناس اللي بتحب الرز أقل من الشعرية، يعني الشعرية زيادة دول كفاية. ونقلب كده اهو، معايا مية بتغلي على النار. المية دي أدلعها بقى، أحطها لها مثلا بصلاية، جزراية، بوكي جرنية، هي بصراحة معايا مية بريئة، لأن أنا عايز الرز بالشعرية هنا طعم الشعرية يبان. عندك شوربة لحمة يا سلام، في التلاجة كنت عاملة مثلا ملوخية امبارح وبقى عندك شوربة الفرخة ماشي، شوربة لحمة في رمضان بتلاقي في التلاجة مليانة. عشان كده إن شاء الله بإذن الله تعالى عايزين في الأيام اللي جاية ديت، أعتقد دلوقتي 17 رمضان، التلاجة فيها بواقي كتيرة، فنعمل حلقة مش هنقول بواقي التلاجة عشان ما يبقاش الاسم في مشكلة، لا هنعمل حاجات في التلاجة هنطلعها ونعيد هيكلتها. طلعي لحمة مفرومة، بطاطسية هتلاقيها، يبقى سمبوسة باللحمة المفرومة والبطاطس، هتطلعي صدر فرخة حلو ولقيتيها تعملي مكرونة نجريسكو، شوية مكرونة مسلوقين مع صدر فرخة، شوية كريمة، شوية جبنة موزاريلا، بقت نجريسكو. أسماء هتطلعيها من بواقي التلاجة، مطبخ عالمي ومطبخ مصري، معايا أنا بإذن الله تعالى هنختار اليوم ده ونطلع كل اللي في التلاجة قبل نهاية رمضان. الكفتة عشان ما تنزلش من على السيخ هي حاجة لطيفة، حاجتين. رقم واحد لو اللحمة مجمدة عندك، بس والله العظيم بكلم الصراحة والكلام لما بيطلع بصدق من القلب بيوصل للقلب. اللحمه لو متخزنه عندك المفرومه وعايزه تعمليها كفته عشان تريحي راسك كده وتقف في المطبخ زي الفل، معلقتين برغل بتغسليهم مره اتنين تلاته وتسيبيهم بعد ما تصفيهم وتفرمهم مع اللحمه المفرومه، هتمسك وينز لو اتكومت الدنيا كلها بقت عصبه واحده على السيخ، حته اللحمه مفروم معاها برغل. حته لحمه طازه من عند الجزار وجيت من عند الجزار مباشره وعايزه تحطها في السيخ، حطها في التبريد شويه تمسك نفسها. لغايه امتى يا شيف؟ لغايه لما تحطها في ايدك كده صوابع ايدك تعلم مكان ما مشيت فيها، تبقى حته اللحمه جاهزه انك انت ايه تسيخها على السيخ. تحط لها بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو، بهارات حلوه، واللحمه اصلا الطازه ما تكتريش منها التوابل عشان نعرفها اذا كانت كندوز ولا ضاني. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل، وسيبوني اعيش مع ريحه الشعريه والرز ورمضان كريم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شويه رز بالشعريه، قلبين ريحه الاستوديو للامانه، يعني ريحه تحمير الشعريه لما ننزل عليه بالميه المغليه والرز ما اقولكيش، يعني بصي ما تقدريش انك انت تخبي انك عامله رز بالشعريه. اتقل على الرز لما يستوي، خلينا نغطي الحله بتاعتنا ونخش على اللي بعده. اهم حاجه الرز بالشعريه عايز اغرفه، لان الاكل ده من غير رز بالشعريه ما ينفعش خالص للامانه. شويه رز بقى بفلفلين، الشعريه بتقول للرز وسع والرز المصري بيقول للشعريه وسعي. اه نغرفهم مع بعض زي الفل، الف هنا وشفا. نجيب طبق كده بسرعه، اللهم صل على النبي، طبق نغرف فيه الرز بالشعريه. حلو طبق زي ده حلو. ومهم جدا لما تيجي تعمل الرز بالشعريه تحط في الاعتبار الملح بتاعك يكون بالسالب، يعني ما يكونش ملح كتير، لان ممكن الرز يتعالج لو ملحه زياده لانك انت صايمه فمش هتدوق هنا. خلي بالك الملح دايما في الرز يكون بالسالب نقدر نعالجه. الله عليكي الله عليكي، طباخه شاطره. اه حلو، قالت لي معلومه دلوقتي، قالت لي ممكن نحط رشه فلفل اسود على الرز بالشعريه. جبتها منين دي؟ اكيد صحابي الجماعه شوام. اه حماتك. شفتي بقى عندنا برضو ستات بتعرف تطبخ شاطرين، مفيش ست مصريه بتلاقيهاش تعرف مطبخ، كلها التانيه اشطر من الاولى والاولى اشطر من التانيه. رز بالشعريه ورق لورا وبيزينه، مش عايز اي برزنتيشن، هي الشعريه برزنتيشن لوحدها. اهو برزنتيشن يعني شكل يعني ديكور.